مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أضواء سهيل. تقارير متنوعة نتابعها في هذه الحلقة، والبداية كالعادة بأبرز العناوين. كاميرا أضواء سهيل تحط رحالها في ضيافة بدو المهرة الرحال. دافع عن نفسك. نعم بدافع. اللغة المهرية تقاوم رمال العربية وأمواج النحو. زيارة خاصة إلى أسواق الأرانب والطيور. مأرب مبادرة مجتمعية لإنهاء الثار والتفرغ لتنمية المحافظة. عندما كنت بصحتي كنت أشتغل بالمسرح، أشتغل ببازارة، أشتغل هندسة إلكترونيات. الفنان الكوميدي هزاع محواش يعيش حالة مأساوية. عدن انقطاع التيار الكهربائي مشكلة شارفت على الحل. إلى التفاصيل. تقف اليمن على حافة مرحلة فارقة من تاريخها، مرحلة تحمل في طياتها الكثير من فرص التحول إلى رحاب اليمن الجديد وتحديات الانزلاق إلى شرنقة الماضي وجحيم الصراعات. المزيد من مقاربة المشهد في سياق التقرير التالي، نتابع. عند آخر منعطف من مؤتمر الحوار الوطني يترنح النظام المخلوع وحلفاء الثورة المضادة على قارعة طريق خلفي للعودة باليمن إلى الماضي. وعلى هذه الطريق تتزايد جرائم الاغتيالات اليومية وتفجيرات أنابيب النفط وأبراج الكهرباء والأزمات الاقتصادية والانفلات الأمني التي لم يعد فاعلها مجهول الهوية. سياسة الإدارة بالأزمات موهبة تكاد تكون حصرية على جناح الصقور في الحزب الحاكم سابقا واللاهث الآن وراء سراب سلطة في الربع الخالي من الزمن. وحين أوشك مؤتمر الحوار على ضفة الوصول، استنفر أولئك المتربصون بالوطن كل طاقتهم الخفية في اغتيال مخرجات الحوار قبل خروجها إلى حيز التنفيذ، وفشلت هذه الأطراف في كل جولاتها. مع ذلك ما زالت دائرة التفاؤل مفتوحة على أكثر من أمل، وكشف مؤتمر الحوار الوجوه القبيحة التي تنوب عنها الأقنعة، كما وجد اليمنيون الفرصة كافية لرؤية من يقف ضدهم وبوضوح تام. تحول هذه القوى المعادية للتغيير إجهاض مشروع الدولة المدنية الحديثة قبل المهد وفرض آرائها ووضع العقبات على جسر العبور إلى المستقبل وإيهام الناس أن الحل يكمن في العودة إلى الماضي. انسحابات كثيرة وغير مبررة من فرق العمل وجلسات مؤتمر الحوار وتعليق مشاركتها في اللحظة الفاصلة وممارسة الابتزاز والتعطيل والتنصل المسبق من مخرجات الحوار، أساليب انتهجها النظام السابق وشركاؤه لإطالة عمر الأزمة وخلط الأوراق وتأجيل التسوية. ويبدو النعيق الإعلامي من أبواق حزب المؤتمر الشعبي العام وحديثها عن إخفاق الحكومة الحالية ومشاكل الأمن والاقتصاد الأكثر طرافة في ظل 50% من قوام الحكومة هم من الحزب الحاكم سابقا. فشلت المحاولات البائسة في إعادة عجلة التغيير إلى الوراء، ولم يكن خلف هذه الفئة سوى البحث عن طريق فرعي للهروب إلى فبراير 2014، الموعد الذي لا يبدو منطقيا للانتخابات الرئاسية في حساب أولي الألباب. ارتبط اسم جمال بن عمر في ذاكرة ووجدان اليمنيين باتفاق نقل السلطة ومحطاتها المختلفة، وخاصة مؤتمر الحوار الوطني، المحطة الأبرز والأهم في خارطة التحول السياسي المنشود. نتابع المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. 30 شهرا وما زال جمال بن عمر اسما حاضرا في ذاكرة ووجدان اليمنيين، لم تزده الحملة الشرسة من اعلام النظام المخلوع الا لمعانا. واصف جنائيه بالمخالف للاغراف الدبلوماسية، مؤكدين ان بن عمر خرج عن نطاق دوره كوسيط. كانت اليمن على فوهة بركان مؤهل للانفجار الوشيك حين برز اسم جمال بن عمر بارقة امل في افق يمني مسدود
بدأ يتفتح مع أول زيارة رسمية للمبعوث الأممي للبلد الملتهب في مارس 2011. بدبلوماسية وهدوء وحيادية غاص المبعوث الأممي في عمق السياسة اليمنية وتفاصيلها شديدة التعقيد، وخلال أكثر من 20 زيارة رسمية إلى اليمن حرص جاهدا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية على تنافره. جمال بن عمر من عائلة مغربية مناضلة، صعد اسمه من بين السجون والحرية وحركة تغيير وحقوق الإنسان، ونجح إلى حد كبير في رأب الصدع اليمني بطول صبر ورحابة صدر. حضوره شبه الدائم في الشأن اليمني وفق مهمته الدولية ومحددات المبادرة الخليجية بآليتها التنفيذية جعله أحد شركاء عملية التغيير السياسي والمرحلة الانتقالية في اليمن ومهندسا لأغلب التوافقات السياسية. تحمل جمال بن عمر الكثير من التعب في سبيل راحة اليمن والعبور بها من فوهة البركان إلى بر الأمان. أنهى تمردات عسكرية وحسم خلافات حساسة بين قوى سياسية وحال دون صراعها قبل أن يحول أطراف الأزمة إلى شركاء حلول. ويحظى بن عمر بتقدير عال من كل اليمنيين وأصدقاء التغيير وشباب الثورة، كما يرتبط اسم مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن بأهم وأخطر منعطف سياسي في تاريخ اليمن. وقبل انتهاء مهمة المبعوث الأممي وأعمال مؤتمر الحوار الوطني، نضح النظام السابق بما فيه في حملة شرسة ضد ضيف عزيز بغرض تحويله إلى خصم وإفشال مؤتمر الحوار. لم يسقط نجم بن عمر، بل لمع أكثر. وينجح مؤتمر الحوار الوطني ويتقدم اليمن ويبني الجميع هذا اليمن الجديد بدون يعني أي إشكالات، هذا ما أتمناه. بعد معاناة طويلة لبست فيها مدينة عدن معطف الظلام، تمكنت السلطة المحلية بالتعاون مع حكومة الوفاق من توفير معالجات عاجلة تجعل عدن الحضارة والتاريخ في واجهة الضوء. نتابع المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. أينما يممت وجهك نحو شطر من الوطن تجد الظلام يستقبلك لعدة ساعات على الأقل. انطفاءات الكهرباء المتكررة هي وحدها من يتساوى فيها اليمنيون في مختلف المحافظات، والسبب كما هو معروف إرث من الفشل خلفته الحقبة المنصرمة. أثقل كاهل الوزارة الحالية رغم سعيها لتغطية أكبر قدر من المناطق اليمنية. هنا وفي محافظة عدن لمس المواطنون جهود السلطة المحلية التي سعت إلى توفير محطتي توليد تزود المحافظة بمجاوات كهربائية تغطي العجز، بعد أن كانت المحافظة تغرق في الظلام لساعات طوال خلال الفترة الماضية. تم التوقيع على الاتفاقية 23 ونحن اليوم يوم 18 يوليو، وهي المعدات وصلت، وإن شاء الله الربط يكون في الأيام القليلة القادمة، وإن شاء الله المواطنون يستفيدون من هذه الكهرباء. محطة المشتري في عدن 54 ميجا لتغذية عدن فقط. لكن وغير بعيد عن عدن يشكو سكان محافظات لحج والضالع ومحافظات أخرى تعتمد على محطتي الحسوة والمخا من ذات المشكلة، والسبب يعود إلى أن ما يتم استهلاكه من الكهرباء يفوق بأضعاف كبيرة نسبة ما يتم توليده كما يقول مختصون هنا في محطة الدوكم بردفان. غير كافير أن التوليد أقل من السحب، توليد الجمهورية اليمنية يعني لا يقدر أن يكفي متطلبات المواطن اليمني، لأن المواطن اليمني يشتري كهرباء والجهود أقل. الكهرباء إذن إرث من الفشل وتراكمات العهد البائد، فكثيرة هي القرى والأرياف يعيش سكانها بلا كهرباء من عهد آدم عليه السلام، ما يعني أن وزارة الكهرباء الراهنة تحتاج لمزيد من الوقت لمعالجة أخطاء العقود المثقلة بالعجز المثخنة بالفشل. ومن عدن إلى شواطئ المهرة، حيث الروعة والطرافة والجمال، نتوقف لنفرد لها ملفا خاصا أعده موفد قناة سهيل إلى هناك، والبداية من شط محيفيف بالغيضة، حيث يبدأ الشاب عبد الحميد ورفاق المهنة كل صباح رحلة البحث عن الرزق المقسوم من صيد البحر، بعد أن تسلحوا بالمهارات اللازمة لخوض مغامرة الإبحار في موسم الرياح واحتمالات الوقوع في مهب سفن الجرف التي تعيث فسادا
في البحر. المزيد من التفاصيل نتابعها مع موفد قناة سهيل إلى المهرة. قبل أن تبزغ الشمس على شط محيفيف الغيضة، يكون عبد المجيد قد أعد عدته وجهز شباكه، وبمقياس البحارة وحدسهم وخبرتهم يجب معرفة هدوء الريح واضطرابها. يبدأ عبد المجيد يومه المعتاد في صيد السمك، وله خبرته التي توارثها عن أسلافه في التعامل مع الأسماك وصيدها والدخول في أعماق البحر وبين الأمواج برفقة النوارس. هذا بحر، يعني يوم فيه يوم ماشي، أسبوع فيه في أسبوع ماشي، مثل هذه الأيام هذا ريح، خلاص ما نطلع البحر، جالسين في البيت، ما يوقف الريح، ثاني يوم نطلع. لشدة الريح وقف عبد المجيد وغيره من الصيادين على الشط ينتظرون هدوء الريح منذ يومين، وعندما توقف البحر عن هيجانه فهذه هي اللحظة في نظر الصياد الشاب وأمثاله، إشارة ربانية وإذن في التسبب وأخذ الرزق المكتوب، وحان وقت العودة للبحر بعد يومين من الانتظار. أذكر بعض الصيادين راحوا للبحر وبعض يماتوا، يعني يضيعوا إذا جاء هواء اسمه هواء البر، هذا بري، عندما تكون في داخل وتعطل عليك المحرك المكين هذا تعطل خلاص توديك لداخل، بعض الناس قد ماتوا، يعني قد يكونوا نايمين بالبحر يجي سفن الجرف يقطع فوقه يقتله. ليس كل من يركب القارب ويغوص في البحر أو يرمي شباكه فهو صياد ماهر، فللصيد قارون ولكل سمكة طعمها وشباكها الخاصة لتكون في يد الصياد. عشان يدخل الجمبري نقول له ربيان، في اللغة المهرية ربيان، وباللغة العربية الجمبري، وقوم فك الشباك. هذا يستخدم الربيان وبعض الأسماك مثل سمك القرش الصغير والصيد الصغير، السمك صيد القشاع. هذا جي أنواع، جي نوع أخضر وجي نوع أبيض مائي، وهذا بس ثلاثة أنواع يجي، وفي جي نوع خفيف وفي نوع قوي، في نوع متوسط، وفي نوع يسموه حق الصيد الأكبر منه يقولوا الصعباري. بهذه الطريقة يتحدث الصياد الشاب عن طريقته في رمي الشبكة واستخدام السنارة وركوب البحر واستئناس مخاطره. السردين، الشروخ، الثمد، الشروي، عندنا كمان الجمبري هذه الأيام كمية أكثر، والحبار وصيد القشار. توكل عبد المجيد يتحدى تجار البحر وناهبي الشرطوانات وبواخر الصيد العشوائية التي تجرف الأحياء البحرية بلا قانون. ونبقى أيضا في المهرة لما فيها من الغرابة والأصالة والتاريخ، هي غنية عن التعريف. اللغة المهرية ضيف شرف في برنامج أضواء سهيل، نتابع التفاصيل في التقرير التالي. وش حاجة سيلة 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 بواخر تجرفن وابو وقت قم كلا ابو كلا ببيس تخلو لازم مسول كلا دوقام. شوف بهذه الطريقة يتخاطب المهريون بلغتهم الخاصة التي تبدو غريبة نوعا ما على من لا يعرفها، لكن جذورها الحميرية ترجع إلى ما قبل الميلاد، وهي محل فخر واعتزاز لكل مهري يعلمها أولاده ويحافظ عليها ضمن قيمه. بات أبوي غيب أحيانا يسي طلع مرور ومطوم يحفل محصص لها، أحيانا محصص تكون فارغات هذا لا يوكب. تبي لها تكون أربع حروف أو ثلاث حروف كذا، يعني تحتاج إلى لسان تقريب اللسان قليل، تقريبا هي ثلاثة أحرف، يعني ثلاثة أحرف أو أربع حرف تحتاج إلى قليل حركة كذا، وهي تقريبا قريبة هكذا من العربية. صاء وطاء والشاء وشاء شاء والشاء وصاء، هذه تقريبا، وهذه الأحرف هي هذه، يعني أي واحد مش تربى في المهر صعب ينطقها. كما يتحدث هذا التربوي والمؤرخ عن لغته بأنها موروث الآباء لا يمكن أن يستغني عنها شخص مهري أبدا، وهو يتحدث عن لغته بحروفها التي تزيد عن العربية بأربعة أحرف ويترجمها لنا بنفس الوقت. ماكن هابو بمهر بومه من صيحة وتحوف من حسيت تحوف هابو أكتر شيكو تمنرورم
يخدم من الورم ويحصل من الورم ورزقه من الورم وعشته من الورم رزقه من الورم. يعني بلد قدر بيدك مكان لك صيادي قوسم كفيجرتي وحب نهورك الطهر او يتعب بحلين او كمغراب يحطون بالي كودربه باطها ابو امل مشرطوانات جرف دوم يعني مجرف صناعي دوم يعني امركو كيب يعني يجرفوك بملايين بساطيت يحصل ملايين والصياد ديك مسكين شهوري ويكون هو حبره او يوحشه يحصل 3000 او 1000 يتره ونها برهروج كابو. يتحدث المهري مع المهري الاخر بلغتهم الخاصه فيخرج المستمع عن طور الفهم والمعرفة لما يقولون، وكل واحد منهم يحفظ العربية ويجيدها ليتحدث مع من حوله من غير المهريين. يا تيو سيد زاد ثم داكم لا هالطنك ومن صوي لكن إن شاء الله أقار لعب ولكن تيو حمر دكتور. ولخصوصية اللغة ومكانتها لدى أبناء المهرة فإن إذاعة المهرة تقدم برنامجا إذاعي باللغة المهرية محاولة في تعليمها. لا طبويا والسلو وحدة مهرة وهم هاولوي حبن وحوض حبن ذكين. للأدب المهري باللغة المهرية مكان خاص في الموروث الشعبي يستلطفها الجميع ويحرص الشعراء أن تكون لهم قصائد باللغة المهرية كهذا الشاعر. يا رأيت شباب واد وفول الفريق اللي جنب ولك تحول الرفيع والاقتصاد كليك كايل بتحول وبرت سلوم طلعت لبول الثاني جاء رحيم وجد سو لو بيس مذهب مونتيس لو أي وبيس مونتيس الجهول اللي بحيف سوهام واد مخول أخول ودفع سنة سنك بموتر سبول كاو تعرول صحي وقرول وبوك خلا بمو حبور وحفول اللي جنب دقايل وحماد مسيول. المعنى ذلك يعني تمت القصيدة المعنى شفت المرة هذه لو عادي صغيرة مثلنا أنا أوفول يعني ما عاد أقدر أستطيع أتكلم معها لو عادي صغير طيب بأكل حل عيوني وبأمشط على جنب شفت كيف وباقيها مباشرة أجيب القصيدة ومن ثم أتكلم معها لعملية الزواج. لكن أنا عندي شيبة قدني شيبة ووصف المرأة وصفتها إنها جميلة وأبوها وخالها ومن هذا الكلام. يتمنى كل شخص يزور المهرة أن يتعلم ولو مفردة بسيطة يستطيع أن يعبر فيها عن أبرز ما لاحظه فيها من جمالية النطق وطلاقة العبارات وكان لنا أن نجرب ذلك. أدسم كنوس غرويج ذا مهري لقفين بيس وناجوب بيس وانطر حسلا ونحشون بيس ونألمن تيس حبون يلا نصلا وصلا ذا حبينيا وتيريخيا. محمد الأشول لأضواء سهيل. يبدو أن ترجمة خاتمة التقرير للزميل محمد الأشول تشرح الاهتمام الكبير من قبل أبناء محافظة المهرة للغة العربية وأيضا للغة المهرية. في الوقت الذي تشتكي فيه شوارع المدن في المحافظات من الإهمال وتحن أرصفتها إلى لمسة ذوق ونظافة تحتل الغيضة مرتبة التقدم الأولى في نظافة شوارعها وتستحق محل القدوة والصورة المشرفة. نتابع المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. تتحدث الشوارع هنا في الغيضة عاصمة محافظة المهرة مبينة أن ثمة عمال نظافة وصندوق تحسين يعمل بكل مسؤولية ليس لأجل الرواتب ولكن لأجل النظافة. أنا مشرف صندوق النظافة ونشرف الآن على العمل الميداني في تنظيف الشوارع وكذلك مدير صندوق النظافة من نفسه يشرف على العمل ليل ونهار ولا يكل ولا يمل عن يعني النظافة وهو مشرف على عمله بأكمل وجه والنظافة إن شاء الله على أكمل وجه في داخل المحافظة. ولكي نكون منصفين في تكريم من يستحق التكريم من أجل نظافة الشوارع وظهورها بشكل جميل قابلنا مدير صندوق النظافة في محافظة المهرة. نحن موزعين على كل مربع عمال نظافة يلقطوا في يعني يجمعوا يقوموا بعملية التجميع والحمد لله يعني النظافة إذا سمعت أنه الطيبة بتكون الصندوق اللي يكون بشكل عام. الحقيقة أن وراء الشكل الجميل والعمل الناجح هنا ثقافة مجتمعية يغرسها الجميع في ذهن أبنائهم ولولاها لما استشعل هذا الطفل وضع القمامة في مكانها بل وتدارك أخطاء غيره أيضا. والله رسالة بتكون من محافظة المهرة الرسالة البسيئة المحافظة الصغيرة
نتمنى من المحافظات الكبيرة أن يكونوا أفضل مننا برغم إمكانياتهم ووسائل النقل وإمكانيات معهم موارد كبيرة. نحن مواردنا ضعيفة جدا، الآن عندنا عجز في هذا الشهر، مرتبات الآن ما صرفت، لكن الحمد لله يعني الثقة موجودة ما بيننا وبين العمال، يعني هذا الأساس. وأبرز ما يمكن قوله إن المواطن وعامل النظافة والمسؤول في صندوق النظافة في الغيضة جميعهم محل قدوة يجب الاحتذاء بهم في بقية المحافظات. وفي محافظة المهرة أيضا نزلت كاميرا أضواء سهيل في ضيافة البدو الرحل لتنقل لمشاهدين الكرام شيئا من معالم حياة أصدقاء الصحراء وطبيعة معاناتهم. نتابع أيضا موفد القناة إلى المهرة والتقرير التالي. للبدو الرحل في محافظة المهرة وضعية وظروف خاصة تختلف عن غيرهم من البدو الآخرين، فالصحراء بطولها ليس لهم فيها موطن معين، فحيث كان الماء ومصدر الرزق فهم هناك ينصبون خيامهم. برشوك كم وقت بريك؟ كم وقت لولو طاو بريك هواجت اليوم والدور من مكون تمكون 45 سنة أنا بهمك أنا نقل إحنا في بوة كل حميت نقل إحنا في 3 شهور وأيام كاني وأيام كاني 3 شهور تصير تدور المطر بعد أيوة 3 شهور 4 شهور وأيام كاني تدور المطر ايش معاك اللي معاك انا عندي بقر 3 بقر و3 ركاب بس. الحاج حميد هو احد البدو الرحل الذين ينتقلون من مكان لاخر منذ 40 عاما بصحبه جماله وبندقيته التي اصبحت كظله، وهو رب اسره ترتحل تحت ظله بحثا عن ما يعينها على العيش. أمر دو كتم الحنف في البيت لا بس ما أقدر البيت خير. سمع ما أقدر ليش ما تقدر ما أقدر ما عندي فلوس ما عندك فلوس ما عندي فلوس إيش المطلوب من الدولة أنها تعمل معك أطلب من الدولة البيت حق عيالي ومعاش بس ما أطلب شيء ثاني. زيارتنا لخيام هذا الشيخ البدوي كانت تلمسا لوضعه أكثر من التعرف على حياته البدائية، فخيمته تكاد تكون شبه خالية إلا من فراشه وبندقيته ومتاع الترحال. والسلاح هذا حق الدار. حق الدار؟ نعم. كيف يعني؟ حق الدار، أخاف شيء حويل ولا شيء مجنون بيجيني في الدار. أيوة عندي حريم أو غريب بنات. أيوة دافع عن نفسك؟ نعم بدافع ديك يا حاج. نعم ونص أدافع ونص. قد تكون حياة البدو الرحل بسيطة يتخللها متاعب كثيرة، لكن فيها من المتعة والمغامرة وبساطة العيش وهدوء الجو دون معكرات الحضارة ما يجعل الجميع يتشوق لتجربتها. لمعرفة رأي الشارع عن أداء الإدارات الحكومية، فقرة نبض الشارع تحاول معرفة رضا المواطن عن الأداء في العاصمة صنعاء وفي الغيضة أيضا. نتابع. لا حد الآن ما فيش أي إنجاز على ما نرى، ما فيش أي إنجاز. والله نفكر في دولة تعزنا وتعز المواطنين، ونفكر في أمن واستقرار، ونفكر في عيشة المواطن أهم شيء. الإدارة الحكومية الحين مخلبطة خالص، يعني ما فيش إداء زي الناس، يعني نحن بفترة انتقامية مش فترة انتقالية. الأمن عندنا متدهور، يعني شوف الدراجة النارية هذا عمل تدهور كبير. أين دور الحكومة يا أخي فيما تمسكها يمنع مثلا هذه الدراجة النارية، لأنه أخطارها أصبحت أكثر من منافعها. ليس له أي نجاح، ما أبرز أي نجاح يعني يثبت إن كان الماضي عبارة عن يعني صفحة سوداء. بالنسبة لإدارة رديئة جدا جدا، ومهما كانت عراقيل ومهما كانت الإجراءات التي تعرق لهذا الحوار، لكنه إيش ناجح إن شاء الله للأمام، رغم الناس أو الأطراف التي تحاول إقناعها تحاول تعرق لهذا الحوار. والأمن أمن موجود، البلاد فالتة. الإدارات الحكومية والله تمام،
كل شيء تمام الحمد لله. الدولة عندهم ضعيفة. والله في نقص. الوضع متدهور في كل شيء. متدهور الوضع في الحالة الاقتصادية، في العمل، في كل حاجة. أي والله يعني يوفروا الأمن والاستقرار. ونتمنى يعني أن الأوضاع في الدول العربية تتحسن بإذن الله تعالى. الإدارة الحكومية طيبة، ولكن الحكومة تبسط سيطرتها على بالأمن والاستقرار. رسالة الجهات المختصة يهتموا بالشعب اليمني، من الشعب السعودي هانونا بحرب. أن كل واحد يؤدي عمله بأمانة. الأمن والأمان قبل كل شيء. البلاد ضائعة، الأمن والأمان قبل كل شيء يا أخي. أن تحزم أمورها وأن تضرب من جميع الاختصاصات بيد من حديد. تمضي بالأمن إلى الأمام، وإن شاء الله موفقين، والحوار الوطني هذا مخرج للبلاد، ونرجو من المعرقلين أن يبطلوا من عرقلات الحوار الوطني. فهذا الحوار هو مخرج لهذه البلاد أولا وأخيرا. نشتي توفير الخدمات للمواطن، ونشتي الحوار يكمل على أحسن ما يكون، تمام، ويكون المواطن يكفي ما قد تعب. مشاهدينا الكرام، حلقتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. جوبا بصمات الملوك والأمراء في زنزانة العقوق الرسمية. جبل صبر، صخوة الحالمة تعز ومهندس فتنتها الأمين. اللغة الإنجليزية جسر تواصل مليء بالمطبات. صنعاء، القابل وجدر، قرى منكوبة جراء كارثة السيول التي جرفت المنازل والأنعام. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. بين عشية وضحاها استحالت نعمة المطر التي هطلت على منطقتي القابل وجدر بتخوم العاصمة صنعاء إلى كارثة سيول هدمت البيوت وجرفت الأراضي الزراعية وقتلت البهائم وشردت السكان إلى القرى المجاورة في ظل غياب جهود الإغاثة الرسمية. التفاصيل في التقرير التالي. في ليلة مظلمة عصيبة استطاع أهالي قريتي القابل وجدر بهمدان النجاة بأنفسهم من الموت، تاركين خلفهم بيوتهم وكل ممتلكاتهم للسيل الجارف الذي اجتاح المنطقة بداية هذا الأسبوع. جاء النهار ليكشف حجم المأساة بعد أن وجد السكان أنفسهم مشردين في الجوامع وبيوت الجيران في القرى المجاورة. أكثر من 100 منزل تضررت كلياً أو جزئياً جراء السيل الذي أخذ معه الأثاث والأبقار والأغنام والمزارع إلى غير رجعة. المطر جاءنا بعد العشاء، لكن لا نص الليل وإحنا بينه الحمد لله، ولا نحن مشردين ما عسرنا ندخل ولا نرقد ولا الأثاث كده قرقنا، قرقت الأثاثات وقرق علينا كل شيء. فراشنا سار كهانا قاعدين في الشارع من نصب لا مغرب، بنركض إلا عند الناس، والله بنركض حتى عند الناس بنستحي. عاد البعض ليتفقدوا بيوتهم التي تحولت إلى خراب بيوت تشبه الأطلال. الحياة في هذه المنازل ليست أحسن حالا من حياة اللجوء في الجوامع، لكنها كرامة الإنسان التي تجبره للعيش في منازل تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة في ليالي الشتاء البارد. مأساة كبيرة وقعت كبيرة قوي، والدولة ساكتة ومتفرجين دولة وعقال وما بيش أي حركة، وتجار وكلهم إذا في من أهل الخير يخرجوا ولا من الدولة ولا من أي بقاع يعينون يتفاقدوا، يعني هم مضطرين قوي. نناشد أمين العاصمة يعني أن يقوم بعمله بشق الطرقات يعني، وأن يعمل المخطط، ينزل المخطط قبل ازدحام السكان المساكن والسكان، يعمل السيلة، هي الأصل عند السيلة، إذا كان عملوا السيلة يعني نحن منقودين من الماء، إحنا يعني منقودين من الماء.
تستمر معاناة الناس هنا في ظل غياب كامل للحكومة ومنظمات المجتمع المدني كما يقول الأهالي، إلا من إغاثة طبية قامت بها بعض الجمعيات الطبية، لكن الإغاثة الإنسانية والاجتماعية العاجلة هي الحاجة الملحة التي ينتظرها هؤلاء حتى يتمكنوا من إعادة تأهيل منازلهم لحياة تليق بالإنسان بعد فاجعة أفقدتهم في لحظة كل ما جمعوه بعرق الجبين وكد السنين. في مبادرة مجتمعية رائدة تبرز الصورة الحضارية لأبناء محافظة مأرب، نجحت وسادة قبلية في إنهاء قضية ثار ممتد منذ 7 عقود والتفرغ للتنمية المحلية من خلال تبني ما بات يعرف بالقضية الماربية. المزيد من التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي. كان شيطان النظام السابق ينفث في أوساط المجتمع سموم الفرقة ويغذي الصراع ويقلب الحقائق ويزور الواقع، وصل شره إلى القبيلة فوسوس لها بأن الفرقة والصراع خلد وملك لا يبلى، فأجج الصراعات وأشعل الأرض نارا احترق بها عشرات الأسر وتمزقت جرائها أواصر البيوت والمجتمعات. كشفت الثورة الشبابية الشعبية السلبية سوءة ذلك النظام، فطفق يخصف عليها مزيدا من أوراق الفرقة وإقلاق الأمن. محافظة مأرب طالما وصفها المخلوع بأنها إحدى محافظات محور الشر، متناسيا التخمة المالية في البنوك الأجنبية بأرصدة نهبها وعائلته من خيرات هذه المحافظة. اليوم مأرب تموت أذى النظام السابق عنها من خلال مواقف أبنائها ومن خلال الممارسات الراقية للنضال السلمي. لم تكن تلك اللوحة التي رسمها أبناء محافظة مأرب رجالا ونساء وأطفال في ساحة الحرية أثناء مشاركتهم بثورة 11 من فبراير 2011، بل سبقتها صور عديدة وتلتها مواقف واحتجاجات وممارسات راقية كالقضية المأربية التي شهد ملتقاها أعظم تجمع لأبناء المحافظة بصورة حضارية للمطالبة بالحقوق الملهوبة. الآن أهل مأرب بحمد الله سبحانه وتعالى صحوا وحدوا رأيهم إن شاء الله وعرفوا مطالبهم وعرفوا حقوقهم، وأهل مأرب لهم حقين، حق من حال أهل اليمن في كل ما هو اليمن، والحق الثاني من ثروات بلادهم، فحن نطالب بها وإن شاء الله نستعيدها بإذن الله بأمور شرعية وأمور معقولة وأمور يقرها الداخل والخارج، وهذا هو طلب أهل مأرب. لقد تمثل ذلك الرشد الماربي من خلال عدد من المواقف، منها ما سطره أبناء قبائل جهم من إنهاء قضية ثار مضى عليها 70 عاما مع قبائل الصيار والكرب عبر وساطة قادها الشيخ الباشا بن حزام العطية. تلاقت الأيادي وتصافحت القلوب وترك الماضي وانطلق الجميع نحو حياة مشتركة ومرحلة جديدة يسودها الإخاء والمحبة. تم الوفاق والاتفاق وإن شاء الله تبنى صفحة جديدة، ونطلب من قبائل اليمن كل من له ثار يماثل هذا الثار أن يسلك نفس الطريق هذا على أساس غسل الصدى من النفوس وحل المشاكل وبناء صفحة التلاحم والتآخي بين الناس. بوجود الأمن والاستقرار بإذن الله ستحل القبائل هذه الثارات وستصلح المجتمع بإذن الله. تخطو محافظة مأرب خطوات جبارة نحو دولة مدنية تتكشف يوما بعد يوم. وليد الراجحي لأضواء سهيل، محافظة مأرب. تمثل اللغة جسر للتواصل الحضاري ومدخلا إلى الآخر، ومع أن ثمة قناعة سائدة في أوساط الشباب اليمني بضرورة تعلم اللغة الإنجليزية، لكن هناك مشاكل وعوائق موضوعية كثيرة يعانيها الطلاب في المدارس والجامعات اليمنية. التقرير التالي يعرض جانبا من هذه المشاكل والعوائق، نتابع. اللغة الإنجليزية
لغة العصر والعلم كما يفرضها الواقع وتفرض نفسها في العالم، فلماذا لم يستصغها الطلاب اليمنيون في المدارس والجامعات الحكومية كما يستصيغ الشعب باقي المنتجات والسلع الخارجية؟ أم أن ارتباطها بالعلم والتعلم جعل منها مشكلة وعبئا ثقيلا في بلد يحتل فيه التعليم آخر الأولويات؟ بالنسبة للمنهج، منهج متخبط. أنا شايف مثلا في ندرس في الترم الأول في سنة أولى منهج آخر، في سنة ثانية ندرس أشياء قد درسناها في الثانوية أو في الإعدادية. طالب اللغات يتخرج من كلية اللغات قسم إنجليزي يصير يسجل في إكسيد، في يالي، في أي معهد، بحيث أنه to support his language، ولا أنه اللغة حقه مدمر نهائيا. يعني التكاتر النزقين يجوا نزقين ضابحين في هم أصلا في الجامعات الخاصة، ولا حتى هاني في جامعة صنعاء، بس ما بيسيبوا لنا سطر. وسائل التدريس بدائية يمكن تدرس بها الإمام البدر، بدائية يمكن، بس الذي غيروه أنه ما عاد يستخدموش الطبشور ولا ذيك القلم. الإضاءة ما بش في الكلية، ما بش مايك، ما بش كل شيء يعني بدائي. كذبت بسرو كلية الإعلام. في كلية اللغات يتخرج الطالب ليدرس المادة في أحد المعاهد الخاصة حتى يتمكن من استيعاب اللغة على نحو جيد. أما كلية الإعلام بجامعة صنعاء فنسبة رسوب الطلاب بهذه المادة يصل إلى 15%، والضعف من ذلك علامتهم من 50 إلى 60. هذه النسبة الضعيفة في كلية من المفترض أن يتخرج الطالب منها وقد اكتسب لغة أخرى تمكنه من مخاطبة العالم، بدلا من أن يتخرج مبقيا وتبقى شهادته رهن اجتياز مادة الإنجليزي. تدريس اللغة الإنجليزية يعاني من مشكلات كثيرة، أولها كثرة عدد الطلاب موجودين في القاعات وقلة عدد المدرسين. نحن نعاني كثيرا حتى نحصل على مدرسين. أحد الحلول الأساسية تكمن في الآتي: توفير العدد الكافي من المدرسين، وهذه مسؤولية الجامعة والقديرة بأن تخصص لها المبالغ التي تفي بهذا الغرض، لكي يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات. مجموعة اللغة الإنجليزية ما بين 15 إلى 20 طالب، لكي يأخذ الطالب حقه، وفي نفس الوقت يستطيع المدرس أن يتعامل مع هذا العدد فيما يتعلق بتأدية المحاضرة على وجه تام، والمشاركة من الطلاب، والقدرة على مراجعة التكاليف، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة. فهذه الأشياء ربما تساعدنا على الأقل فيما يتعلق يعني مساعدة الطلاب في تحصيل هذه المادة التي تمثل الضعف فيها أساسا في الجامعة، ناتج للضعف الآتي من الثانوية العامة والإعدادية، لأن هذه المادة لا تنال حقها من التدريس. الكل مجمع على أن المشكلة تبدأ في مرحلة التعليم الأساسي والثانوي وتتجلى بوضوح في الجامعة، ويجمع الكل أيضا أن الحل يتلخص في مدرسين أكفاء ومناهج دراسية متطورة وحديثة توفرها وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي. وحتى يأتي الحل ثمة مسؤولية كبيرة على الطالب في انتزاع التفوق مهما تكون الصعوبات. يتجه العشرات من الشباب إلى صالات ألعاب البلياردو والبلايستيشن كبدائل عن تعاطي القات، لكن العديد من المراقبين لا يرون في هذه الصالات البديل الأمثل. تفاصيل أوفى نتابعها في سياق التقرير التالي. مع قلة توفر فرص العمل وانتشار الجهل، تعكف شريحة واسعة من الشباب في اليمن أكثر من 3 ساعات يوميا على مضي القات. لكن ثمة شباب من هؤلاء قرروا التخلص من هذه الظاهرة، فعمدوا زيارة ألعاب البلايستيشن والبلياردو عوضا عن مقائل القات التي يرونها آفة تنهك الأجساد وتهدر الأوقات. في اعتقادي الشخصي أن البديل اللي هو البلايستيشن والبلياردو بديلا عن القات هو أفضل خيال، لأنه القات يعني لها أضرار كثيرة، لها أضرار عدة، من أهمها أنه مضيع الوقت، يهدر الوقت، يهدر المال. هؤلاء الشباب يرون أنهم وجدوا البديل عن القات، لكن مختصين أوضحوا أن هذه البدائل التي يعتادها الشباب غير مناسبة. أضرار القات لا يخفى على الجميع، أضرار القات الاجتماعية والاقتصادية والصحية، لكن في ظل وعي الطلاب ووعي الشباب عموما بأضرار القات، أصبح هناك اتجاه آخر كبديل للقات، وهو البلياردو والبلايستيشن. البلياردو والبلايستيشن لهما أضرار أكثر مما هي أضرار القات.
أضرار صحية، أضرار اقتصادية، أضرار اجتماعية، أضرار حتى على مستوى الشخص نفسه. وبما أن البلياردو والبلايستيشن ليس بديلين مناسبين عن القات، فثمة بدائل أخرى يمكن للشباب أن يدركوها وينتفعون منها. إذا قلنا أن هناك عدة بدائل، فيمكن للشباب أن يتجهوا إلى المكتبات للإطلاع، فيمكن للشباب أن يتجهوا إلى مجموعة من الأندية لممارسة أنشطة ثقافية، أنشطة رياضية، أنشطة ترويحية، أنشطة اجتماعية كاجتماعات، كمناقشات، أعتقد أن هذا البديل هو الوحيد للقات. الشباب من ناحيتهم برروا ارتيادهم ألعاب البلايستيشن والبلياردو كبديل عن القات إلى ندرة البدائل وعدم توفرها. ما بيش عمل ده، الواحد يجي هنا يقضي وقت بدل ما يصير يخزن ولا على أي حاجة مضره يلعب له بلياردو. إذن يبقى عكوف الشباب على القات مشكلة، ويبقى ارتيادهم أماكن البلياردو والبلايستيشن مشكلة كذلك، والحل يكمن في توفير الجهات المختصة للملاعب والأندية الثقافية والمكتبات. في بني زحيف بمديرية حفاش المحويت تثقل مهمة جلب المياه إلى المنازل كاهل النساء والأطفال أيضا، رغم وجود بئر ارتواز معطل لأسباب غير مقنعة في نظر أبناء المنطقة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. أزمة المياه في بني زحيف في مديرية حفاش بالمحويت تجبر أبناء المنطقة على قطع عدة كيلومترات تأخذ أغلب النهار في سبيل حصول الواحد منهم على ماء صالح للشرب وبكمية لا تتجاوز 20 لترا في اليوم الواحد. أما هذه المواسير التي امتدت من مشروع المياه الذي حلم به أهالي بني زحيف ظلت حلما لم يتحقق. قالوا أن المشروع هذا شيء ينتج ماء من البئر، ولا حد لا جلس فترة وقالوا أن المشروع وصل ولا موصلت، وسبكوا السباكة ووصلوا وضحكوا على الضحكة، لا في لا ماء ولا في سباكة، ونقضوا السباكة في الأخير ورجعوا كهرباء، وبعد الكهرباء تقفل لحد لا. هؤلاء الأطفال يذهبون عقب الدوام المدرسي لإحضار الماء على أكتافهم بعد وضعهم أدواتهم الدراسية. حال النساء هنا في عزلة بني زحيف ليس أحسن من الأطفال، فمنذ شروق الشمس حتى المغيب يحملن على رؤوسهن الماء عوضا عن هذا المشروع الذي كان يفترض أن يتكفل بالمهمة. ومشكلة الماء إن المشايخ حقنا والعقال وكل ما كان باعوا المشروع وباعوا كل ما كان واستلموا ورجعوا يحملوا المسؤولية للمواطن. نساء وأطفال يقضون يومهم على هذا الحال، وهم على طريقهم يمرون بهذه الأنابيب لكنها تقطعت قبل أن يصلها الماء وأكل منها الصدى ما أكل، وهم على أمل من الجهات المعنية أن تأتيهم كي تعيد لهم الماء الذي تعود به الحياة. نيابة سنحان تودع أحد المواطنين السجل لما يزيد عن 10 أشهر دون أي استدعاء أو تحقيق على ذمة قضية عمه شقيق والده، ما جعل السجين يقدم على الانتحار باحثا عن عدالة السماء. نتابع. اللي يشتي يموت قد يشتي يموت، ما تقدر تمنعه. بناس كده انتحروا عندنا وحرقوا، يعني حريق ولا انتحار. هذا هو مآل كثير من المحتجزين داخل السجن المركزي حسب ما أدلى لنا الضابط المستلم لبوابة الزيارات بذات السجن. يسوقون أنفسهم إلى الموت وهم ينظرون، فقد ضاقت عليهم الحياة وفضلوا باطن الأرض عن ظهرها، لأنه يوجد على ظهرها من اسمه القضاء الذي يفترض به أن يسود العدل ويبث نور الحياة بدلا من ترسيخ ثقافة الانتحار لدى الناس. ما بيش من جهة نحن ما بيش أسباب له، من جهة القضاء أيوة، من جهة نحن ما بيش القضاء يتبطأوا في إصدار من شان القضاء أيوة، هذا من شان القضاء، يعني القضاء والعدل مهمل. ما يعزز تصريح هذا الضابط هي حالة السجين محيى صالح ناجي أبو ثور التي وقفنا أمامها صبيحة الاثنين الماضي بعد محاولة إقدامه على الانتحار ببضع ساعات لإيداعه السجن من قبل نيابة سنحان دون أي مبرر منطقي، ولأسباب رصدتها النيابة لا علاقة له بها ولا تلزمه البقاء في السجن من وجهة نظر الشرع أو القانون كما يبدو من أول وهلة. والله يا الأسباب، أسباب نيابة سنحان، يعني ما طلبتناش إلا أنا من شهر واحد، لا جلسة ولا تحاكم مننا، يعني من ما دخلت في شيء جلسة أبدا ولا أي حاجة.
أنا ماشي معي قضية، أنا القضية قضية عمي، بس شل سيارة وقبضونيها بعدها قد رجعوها. اكتشفنا أنه ما قد طلع من شهر واحد، حتى وكيل النيابة متعاطف معه، قال كيف من شهر واحد ما قد طلعوا ولا جلسة واحدة؟ طيب وبيقول لك أن عمه اللي سرق السيارة خارج وهو المحبوس. إيداعه السجن لهذه الفترة دون استدعائه ولو مرة واحدة وبقية المعطيات التي سمعناها هي من دواعي الشك والريبة على النيابة التي فرضت عليه هذه العقوبة وتعمدت إهماله داخل السجن، خاصة وأن المتهم الحقيقي أو بالأصح بطل الفيلم المفبرك ما زال طليقا إلى حد اللحظة. جيت بزيت الثوب شططته وظفرته وعلقته، سمع رئيس العنبر مرتضى هذه سمعت، وبعدها رجعت مع مستعجل قلت لا أحد يسمعني، سمعني قبل ما سمعت ربطت الطاقة وقلت أنا جاء ذي و... ركبت على رقبتي وقلت أنا جاي انتحر خلاص، قلت واحد يعني ميس من الحياة. قضاء يجعل الناس يفكرون في الموت وحده دون مراعاة لأهليهم في الدنيا أو دون تفكير في عقوبات الآخرة، قضاء يوجه الناس بهذه الطريقة لا بد أن يراجع حساباته. محمد المغاربي لبرنامج أضواء سهيل. برغم ما تمتلكه مدينة جوبان بمحافظة الضالع من معالم أثرية وكنوز تاريخية، إلا أنها تفتقر للعديد من الخدمات الأساسية التي تليق بها وبإشعاعها التاريخي، الأمر الذي يدفع أبنائها لرفع صوت الشكوى والمطالبة بإنهاء حالة العقوق التي تجري في حقها. نتابع المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. حالة من الإهمال والتجاهل تعيشه جوبان في محافظة الضالع، برغم تاريخها الموغل في القدم كعاصمة لدولة آل طاهر واحتفاظها بالكثير من المعالم التاريخية والأثرية. يعود تاريخها للقرن الثامن الهجري كالمدرسة المنصورية وجامعها وأخرى حميرية كخزانات المياه المعروفة بالمواجل ومدافن الحبوب. في تجاهل كبير جدا عرفت على هذه المدينة، لأنها مدينة الملوك، مدينة يعني لها تاريخ يعني قديم، ولا هناك إحساس ولا التفات إلى هذه المديرية. لا يتركون للناس مثلا كسلطة محلية يتصرفوا بإمكانياتهم المحدودة، ولا يعني كما يقال مثلا لا رحمونا ولا خلوا رحمة الله تنزل علينا. هذه المدينة التي كانت حاضرة اليمن يوما ما وتكتظ مخازنها بالأموال والحبوب، غدا الغالبية من أبنائها يتوزعون اليوم مختلف أقطار العالم في أرض الاغتراب بحثا عن الرزق ولقمة العيش، وتعاني غياب الخدمات الأساسية كالمياه والصرف الصحي وافتقارها للتخطيط الحضري. تعاني من كثير نقص الخدمات، وأولها الخدمات المجاري. لو نظرت إلى شوارع المديرية تجدوا روائح الكريهة، ولا أريد أن نتكلم الآن على القناة. هناك تهميش حقيقي لكل ما يخص هذه المديرية، باعتبار أنها مديرية، أول مديرية وحدوية، ثم حاجة ثانية أنها يعني ما بين الشطرين سابقا، ظلمنا سابقا وظلمنا حديثا. جوبان المدينة التي طالما وفرت هذه الخزانات المحفورة بالصخر المياه لسكانها قرون عديدة كما يقول المواطنون، وما تزال اليوم تقاوم عوامل الزمن المختلفة. تعجز حكومات القرن العشرين في توفير شبكة مياه الشرب النقية للمواطنين بوقت الآلة والتكنولوجيا الحديثة. لو أن الحكومة الآن قامت أو حاولت أن تعمل مثل هذا الخزان لخسرت مئات الملايين، واليوم هذه الخزانات لم ترى الاهتمام من قبل الدولة. معالم وشواهد جوبان التاريخية بعضها تعرض للإهمال والضياع، وما تبقى على وشك السقوط والاندثار كأضرحة ملوك وأمراء الطاهريين التي ترقد هنا بوسط المدينة. إهمال طال كل شيء دون ما يسلم منه حتى التاريخ ومناهج التعليم. من ضمن الأخطاء التاريخية التي يكتبها للأسف الشديد المؤلفين في الجانب التاريخي أن مدينة جوبان هي الحاضنة الثالثة للدولة الطاهرية، بينما الحاضنة الأولى للدولة الطاهرية هي البيضة، وهذا ليس انتقاصا بالبيضة، وإنما الحقيقة تقال أن الحاضنة الأولى جوبان للدولة الطاهرية هي جوبان. المقرنة ليست قريبة من مدينة رذاع، وإنما هي
يعني تابع اداريا منطقة جبان ومحافظة الضالع. المقران هي جزء لا يتجزأ من جبان ولا تبعد عن مركز المدينة سوى 7 كيلو فقط، بينما تبعد عن رداع 55 كيلو. ما هذه الأخطاء التاريخية؟ إهمال وتجاهل يشكو منه أهالي عاصمة الطاهرين، ولكن يبقى الأمل معقودا على حكومات ما بعد الثورة لإيلاء مدينة الملوك الاهتمام والرعاية واستغلال المعالم الأثرية والسياحية لمنطقة مغمورة بالنسيان بما يعزز روافد الاقتصاد الوطني. نصر المسعدي لبرنامج أضواء سهيل، محافظة الضالع. كل شيء في مديرية مذيخرة يثير الدهشة والانشراح، ينابيع وأودية تحفها الخطرة من كل الجهات، وشلالات في أشكال متعددة تهتف على مدار الساعة: أنت أنت الله. مع أشعتها الذهبية المرسلة على هذه القرى المميزة بأبنيتها القديمة، ومع إيقاد التنور التقليدي لصناعة الفطور، ومع هذا الجمال الساحر، بدأنا زيارتنا لمنطقة حمير بجبالها وأوديتها التي لا تشبه إلا نفسها جمالا وخضرة، والمدرجات البديعة وكأنها رسمت بيد فنان. على مقربة من حمير توجد سيلة الحمادي غزيرة المياه، وليست أي مياه بل مياه عذبة تكون شلالات مختلفة الأحجام والأشكال، وكأنها تدعو الزائر للاستمتاع والتمعن بكل شلال على حدة لاختلافه عما سبقه. هذه المنطقة اسمها البلق في بلاد الحمادي عزلة الأشعوب، فيها أكثر من شلال، وهي منطقة جذابة جدا للسياح، حتى أن أغلب الذين يرون هذه المناظر في صور في الإنترنت أو في غيرها يظنوا أنها يعني فربكة أو شيء من الفوتوشوب أو غيره، يعني فهذه الشلالات هي في الحقيقة يعني موجودة في هذا الوادي، وهي أكثر من شلال. من أكبر الشلالات في هذه المنطقة رسم رسما أو نحت نحتا وترك فيه الزمان بصمته ليكون جمالا فريدا وذكرى للزائر لا تنسى. اكتست الجبال المجاورة بكسوة خضراء امتدت إلى ما لا نهاية، وتفتحت فيها الزهور بكل الأشكال والألوان لترفع منسوب الجمال وتترك الحكم للعين لترى وتستمتع بأجمل ما خلق الله. لا غرابة، نحن في مديرية مذيخرة، كلها شلالات وينابيع ومياه جارية وأشجار كثيفة وهواء نظيف ووجوه مبتسمة ومضغافة. محمد يوسف لقناة سهيل، مديرية مذيخرة، محافظة إب. تعد قلعة الطائف بمحافظة الحديدة إحدى أهم القلاع الأثرية في اليمن، ومن ذاكرة هذه القلعة يشع تاريخ مفعم بالثورة على الاستبداد والأوضاع البائسة سجله رجال الزرانيق بأحرف من الإقدام والجسارة والتضحية، وما تزال هذه القلعة شاهداً على عنفوان الأحرار ووشائج القربة والجوار. نتابع. من هنا كان الطريق إلى قلعة الطائف الواقعة إلى جنوب غرب مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة، قلعة يعود تاريخ بنائها إلى فترة التواجد العثماني في اليمن، تم تجديدها عام 1341 هجرية، وتتميز بشموخ مبانيها التي تشبه عنفوان الإنسان التهامي المتطلع للحرية والتحرر من أنظمة القهر والاستبداد. الإمام هو الذي احتل أرضنا، قتل آباءنا وأجدادنا. هنا عقدت ما سمي في التاريخ اليمني المعاصر باتفاقية الطائف، التي وضعت حدا لنهاية الحرب بين اليمن والمملكة العربية السعودية عام 1934 للميلاد. اتفاقية الطائف التي جرت ما بين المملكة العربية السعودية والإمام أحمد تمت في هذه المنطقة في الطائف، وسميت باتفاقية الطائف بهذه المنطقة. تكتسب هذه القلعة التاريخية زخمها من موقعها على شواطئ الدريهمي، لذا حاول نظام الأئمة أن تكون منطلقا لمهاجمة قبائل الزرانيق. هذه القلعة بنيت من قبل الزرانيق الذي كانوا من حوله
في هذه المنطقة من تلك الفترة من قبل دخول الإمام الزراني. من هنا حاول نظام الأئمة أن يمر لكسر إرادة الإنسان الزرنوقي الذي يحكي واقعه وحياته تمردا على السائد ابتداء من رقصات موروثه الشعبي وحتى فنون القفز الذي يعكس صورة عنفوان إنسان يأبى الضيم ويرفض الانكسار. ونحن منذ فترة زمن طويل يعني عرفنا جدنا جد الشيخ يحيى محمد منصر كان يواصل عند جدنا هنا في الطائف من زمن بعيد يعني. هنا حاول الأئمة أن يتركوا داخل القلعة بعضا من شعاراتهم التي اصطدمت بصمود أسطوري لرجالات الزرانيق الذين أول من أشعل فتيل ثورة زلزلت عروش الاستبداد والتخلف في ثورة جرأت اليمنيين للاستمرار بالثورات حتى إسقاط حكم الأئمة في ثورة 26 من سبتمبر عام 1962 الميلاد. قلعة الطائف التاريخية أحد أهم معالم القلاع اليمنية بمحافظة الحديدة التي بناها الإمام أحمد في القرن الفائت لغزو قبائل الزرانيق. اليوم رجالات الزرانيق يحمون هذه القلعة من عصابات التخريب والنهب. عبد الحفيظ الحطامي لبرنامج أضواء سهيل، قلعة الطائف، محافظة الحديدة. سوق الطيور والأرانب ملخص الطبيعة اليمنية في مكان واحد وفرادة التسوق في عالم ممتع ومتنوع. الطيور والأرانب حكاية سلعة نتابعها في سياق التقرير التالي. عندما يخطر ببالك الوقوف أمام ضرب من ضروب الخيال والتعرف على أنواع الطيور المحلقة في جو السماء بموازاة السحب بعيدا عن ناظريك أو على أنواع الأرانب والأوبار الشاردة بين السهول والجبال التي لا تتمكن من رؤيتها إلا كلمح البصر أو أسرع، إضافة إلى الأنواع الآلفة منها، فما عليك إلا المجيء إلى هنا. سوق الطيور والأرانب والأوبار الكائن بنقم في أمانة العاصمة صنعاء لتراها ماثلة أمامك خلف هذه الشباك الحديدية وبين هذه السلات. هذا العقاب، هذا العقاب معروف أنه يعني صعب أنه واحد يمسك لطيران بري ما يتألفش. هذا يعني للزينة أو تسمع أصواتهم. نصيدوا يعني مصيدة يجيبوا لهم شواعي يعني يسب كله تشبيك. هذا وبر هذا وبر هذا مصدره من المناطق رهيدة من المناطق معبر. هذا السوق قد يكون ملخصا لما تحويه فرادة الطبيعة اليمنية بمختلف تضاريسها من مفردات تعنى بثقافة الأسماء والأشكال والصفات المختلفة لهذه الطيور والأرانب التي تعتبر وصفا حيا لثراء اليمن وملائمة مناخه للثروة الحيوانية وانعكاسا في ذات الوقت لاهتمام شريحة من الناس بها سواء كانوا مربين لها أو باعة في مثل هذه الأسواق. مديرية ريضة أكثر، هذا يتواجد في مديرية ريضة لي 15 سنة يعني. ورثتها؟ ورثها عنا الأب. الرخامة مصدرة في سوق أطرا. لم يسكن الفضول فينا من الوهلة الأولى لدخولنا السوق، فتوالت الأسئلة والاستفسارات مع هؤلاء الباعة من عدة جوانب عن هذه الطيور والأرانب. وفي هذه المرة قادنا فضلنا للسؤال عما قد تدره من مكاسب وعن بعض الأسعار لهذه الطيور والأرانب. يعني أقل من 3000 ما نقدرش نبيعها هنا. إحنا لما نشتريها من الرعية نشتريها بألفين وخمس. نشتري بثمانية ألف سبعة ألف نبيع بعشرة. الشراء ضعيل ما فيش إقبال اليوم، ما عقب هذه السياحة وهذا خفت السياحة من كثرة الخوف من كثرة هذا ما فيش عاد عمل. إضافة إلى ما يشكونه من تدني نسبة المبيعات في الفترة الأخيرة وشحة المكاسب، فهم أيضا يشكون من إهمال للسوق من قبل الجهات المعنية. طالب النظافة، إذا النظافة نرجع نحن نسلم إحنا ونخليه نظفنا. هذه الحيوانات ذات الرونق الجميل والأشكال الجذابة قد تمثل عامل جذب سياحي ورافدا اقتصاديا كبيرا إذا ما وفرت لها الأسواق المناسبة لطبيعتها ومظهرها اللائق حتى يتم عرضها والاستفادة منها بشكل أفضل، إلى جانب كونها ثروة يجب الحفاظ عليها من الانقراض. محمد المغاربي لبرنامج أضواء سهيل. في كل منعرج من منعرجات الدهشة المنقوشة على جبل صبر حكاية جمال وقصة سحر
يتدفق من جنبات الحالمة تعز، فتنة تتشح نهارا بالضباب وقطرات الندى، وترتدي ليلا حلة القمر وحلقات الضوء التي تعزفها أوراق الشجر على أوتار المساء. نتابع. ما إن تصل إلى مدينة تعز حتى يستقبلك جبل صبر بشموخه الذي يتربع على عرش المدينة. تغنى الشعراء في مدح صبر، وعزف الفنانون أوتار الهيام بجمال روعته. والفرسك أخضر وحالي، فراسك أكوى صبر، نامت سبب ضرر. من صبر يبدأ العشق تأريخه الحافل بالبذل والتضحيات، معلنا انبلاج فجر الغرام العاطر، ومرسلا صفارة انطلاق مشوار الشوق والحنين. فبين المصراخ ومشرعة وحدنان والموادم يتقاطر شهد الأماني، وبين القاهرة والعروس يختصر الهوى الغالي مسافات التلاقي وحكايات السنين. كلما تسلقت شبرا من الجبل، كلما اكتشفت جزءا أوسع من مفاتن المدينة وأسرار الجمال الذي أودعته يد الخالق سبحانه وتعالى، إلى جانب ما أبدعته يد البشر من فنون العمارة. من أسفل صبر إلى أعلاه تنتشر القرى والمباني السكنية، لترسم هي الأخرى لوحة من الجمال، مطرزة بخضرة الأشجار ومعطرة بنسيم الهواء العليل، سيما في موسم الخريف وهطول الأمطار. وحين يدنو الليل تخلد المدينة إلى النوم، ويبقى الجبل حارسها الأمين، ومع هدوء الليل يستمتع بعض الزائرين لتعز برؤية المدينة وأنوارها تتلألأ في منظر ليلي يبعث على الراحة والانشراح. يعيش الفنان الكوميدي هزاع التعزي حالة إنسانية مأساوية وسط تجاهل من الجهات المعنية في الحكومة ووزارة الثقافة، فهو يعاني من عدة أمراض أقعدته في المنزل، فيما تعاني ابنتاه من التقزم وإعاقة في الدماغ، وهن بحاجة ماسة إلى العلاج السريع. المزيد من التفاصيل في سياق فقرتنا الإنسانية. نتابع. الفنان اليمني المعروف هزاع التعزي أضحك الملايين على مدار سنوات طويلة، وعندما احتاج لمن يزرع البسمة على شفتيه لم يجد أحد. فهو منذ عام 2010 يصارع أمراضاً متفاقمة وأحوالاً معيشية متدهورة، ولم يجد جهة حكومية تهتم بصحته ولا أصدقاء يخففون آلامه كما يفترض. وعندما يتحدث عن مأساته ينطق لسانه بكلمات يتشقق منها الحجر، وتبكي لها القلوب التي ما زال فيها شيء من الرحمة والإنسانية. أنا أصبت بمرض فشل رئوي والبطن الأيمن للقلب منذ 2010. رقدت في المستشفى أرقد من 3 شهور من 4 شهور، أخرج إلى البيت أجلس شهر نصف شهر وأعود إلى المستشفى كذلك. عانت دقت كل الأبواب، أرسلت رسائل، أرسلت تعبنا، قدموا للوزارة وعدونا وعودات بيرفعوا التقارير ويرفعوا إلى رئيسة الوزراء وإلى رئيس الجمهورية ويعالجونا ويسفرونا إلى الخارج ولكن وعودهم تبخرت في الهواء، والمرض تفاقم ويزيد. طبعا حالتي تسوء من يوم لآخر، مع علاجات في الأسبوع أقل حاجة بـ 7000 8000، هذا العلاج الحالة غير غير الأكسجين. الدبة عندما تكون عند الأزمة عندي شديدة ما تعمل معي يوم يوم ونص بالكثير. يعني أنت عايش على أكسجين؟ على أكسجين مدى الحياة، وهذه التقارير تؤكد ذلك.
وتكتمل المأساة عندما يكون الأطفال أيضا طرفا فيها ومعبرين عن درجة المعاناة من آلامها. ما همت نفسي طبيعي لكن أنا أهم أولادي الآن بناتي، يعني ثنتين بنات اللي هم تعبان بحاجة إلى علاج ورعاية صحية، بعد اللي هم بنات يعني يكون الإنسان لو أولاد ولاد بيناضوا لسع ما أبوهم بيعيشوا بها، لكن البنات ثانية. قدمت جميع الذي أستطيع عليهم من أجل هذا الوطن، وقدمت ودخلت البسمة لكل أطفال اليمن والكل يعرف ذلك. وأنا ما كنت على المجتمع طول عمري، عندما كنت بصحتي كنت أشتغل في المسرح، أشتغل في بازارة، أشتغل هندسة الكترونيات، أشتغلت حتى على تاكسي، سوق تاكسي كنت أشتغل، والحمد لله. لكن قدر الله قدر رحكم علي ما فيش طريقة غير الوسائل هذه، وأنا مضطر أن أنا الآن أتكلم معكم بهذا بدموعي على خدي. ليش حطني نفسي بالموقف هذا للظروف؟ لم تقف معاناة هزاع التعزي عند فراش المرض الذي منعه حتى من البحث عن مساعدة لدى الجهات والأشخاص المعنيين بمساعدته، بل امتدت إلى أن أصبح مهدداً بالطرد من مسكنه لعدم استطاعته دفع الإيجار. أبي لما كان متعافي يعتمد على نفسه، ما يتعمد على حد، يجيب لنا كل شيء، معانا كل حاجة. أشهد الأب الحنون عبد رب منصور هادي أن يعالجني أو يجيب لنا مسكن أو يعالج بي. مشتغل بالوزارة 33 سنة وأنا محتاجة علاج، أن يعالجني أنا أختي وبما يقدر يتحرك على الأكسجين. وهنا تتضاعف المأساة أكثر فأكثر، فهل سيبقى على هذه الحالة يصارع أمراضه ومشاكله المعيشية دون معين ممن يفترض أن يقف إلى جانبه في ظروف مأساوية وصلت إلى هذا الحال المحزن جدا؟ بهذا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من أضواء سهيل. تقبلوا في الختام تحية فريق العمل ماجد دهيمي، وحيكم دمتم ودام الوطن بخير، في أمان الله.